السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو القصير هنتعرف مع بعض على أهم شهادة مهنية بتصدرها الأكاديمية العالمية لإدارة الأداء Global Performance Management Academy، واللي هي الشهادة الدولية لممارس التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات قياس الأداء المعتمد Certified Strategic Planning and KPIs Practitioner. أكاديمية GPMA بتقدم 10 كورسات مختلفة، اللي ياخد أجزاء من هذه العشر كورسات يحصل على شهادات مهنية. في هناك 4 شهادات مهنية مختلفة. احنا بنتكلم هنا على الشهادة المهنية الأساسية أو الأولى، وهي بتستلزم فقط استكمال برنامجين تدريبيين من البرامج العشرة. البرنامج الأول هو التحليل الاستراتيجي والصيغة الاستراتيجية Strategic Analysis and Strategy Formulation، والبرنامج التدريبي الثاني اللي هو مؤشرات قياس الأداء Key Performance Indicator. اللي ياخد كل كورس من الكورسات دي ويختبر الاختبار ويجتازه، الاختبارات كلها أونلاين، يحصل على هذه الشهادات للكورسين، واللي يخلص الكورسين يحصل على الشهادة المهنية الأولى الأساسية اللي هي الشهادة الدولية لممارس التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات قياس الأداء المعتمد. لاحظ هنا أن شهادات الكورسات المنطقة دي فاضية فيها، أما الشهادات المهنية فالمنطقة دي فيها اللوجو الشهادة المهنية، وده لوجو الشهادة المهنية الأولى الأساسية اللي احنا بنتكلم عنها. خلينا ناخد نبذة سريعة عن البرنامج التدريب الأول، وهو ينقسم إلى قسمين: التحليل الاستراتيجي Strategic Analysis وصياغة الاستراتيجية اللي هي Strategy Formulation. هذا البرنامج بيغطي العديد من الأدوات المهمة مثل تحليل أصحاب المصلحة Stakeholder Analysis، وبعد كده تطوير الستيكهولدر فاليو بروبوزيشن، وتحليل سلاسل القيمة اللي هي الفاليو تشين أناليسيس، ثم التحليل الرباعي اللي هي SWOT أناليسيس من نواحي القوى والضعف والفرص والتهديدات، وتحليل بيستيل لعناصر البيئة الخارجية، ثم القوى التنافسية الخمس البورتر، ثم أجندة التغيير الاستراتيجي أو الاستراتيجيك تشينج أجندة. أيضا بيتكلم على تحليل فجوة الأداء أو الجاب أناليسيس، ثم يتكلم عن مخطط نموذج الأعمال اللي هو البيزنس موديل كانفاس، ثم يغطي المزايا التنافسية الفريدة أو اليونيك كومبيتيتيفنس ادفانتجز، وأخيرا استراتيجية المحيط الأزرق أو البلو أوشن استراتيجي. كل هذه الأدوات بتستخدم، ثم بنقوم بتطوير الميشن والفيجن والفاليوز القيم والرؤية والرسالة والقيم، وأهم شيء في الآخر كيف نصيغ الخطة الاستراتيجية باستخدام البالانس سكور كارد أو البطاقات المتوازنة لقياس الأداء اللي طورها كابلن ونورتون في جامعة هارفارد. وزي ما احنا عارفين الاستراتيجي ماب أو الخريطة التنظيمية فيها المناظير الاستراتيجية الأربعة أو الاستراتيجيك برسبكتيفز، وأيضا بيكون فيها استراتيجيك تيمز واستراتيجيك اوبجكتيفز في بينهم علاقات الكوز اند افكت ريليشن شيبس. في البرنامج التدريبي الثاني اللي هو المؤشرات الرئيسية لقياس الأداء كي Performance Indicator، بنغطي موضوعات كثيرة مهمة زي علاقات السبب والنتيجة الكوز اند افكت ريليشن شيب، الهيكل التحليلي لنظام مؤشرات قياس الأداء، خصائص الأهداف الاستراتيجية وإزاي بتحليل الخصائص ممكن نحدد الأهداف، تصنيفات المؤشرات في حوالي 15 تصنيف لمؤشرات قياس الأداء، وحدات قياس المؤشرات، تراكمية المؤشرات أو الأكيوميليشن، تحديد المستويات المستهدفة في أكثر من طريقة لسيتنج KPI targets، اختيار قيم المرجعية اللي هي البنشماركينج، وتحديد دورية القياس اللي هي الفريكونسي اوف ميجرمنت، وقطبية مؤشرات قياس الأداء اللي هي البولاريتي، وكيف نحدث توازن بين المؤشرات اللي هي بالانسنج KPIs، ومعايير تقييم جودة المؤشرات، ثم حدود السماح أو التوليرانس ليفل، ثم الأوزان الترجيحية أو الويتس، وأخيرا المؤشرات المركبة أو الكومبوزيت كي بي آيز، وأخيرا آخر الآثار السلوكية للمؤشرات قياس الأداء اللي ممكن تحدث إذا لم نعتني باختيار المؤشرات الصحيحة. من النماذج اللي احنا هنحصل عليها في كورس مؤشرات قياس الأداء نماذج عديدة زي تحليل خصائص الأهداف، مجالات تحقيق التوازن ال13، ومعايير الحكم على جودة المؤشرات، وكيف نصمم بطاقة مؤشرات قياس الأداء، وإيه الحقول المختلفة التي يتم استخدامها،
وكيف نأخذ كل مؤشر من مؤشرات قياس الأداء ونعمل له بطاقة وصف حتى يكون عندنا KPI Dictionary. البرنامج التدريبي الأول والثاني، التحليل الاستراتيجي والKPI، في العديد من الحالات التطبيقية من العديد من المجالات في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص زي ما بيبين في هذا الشكل. خليني أذكر لكم 8 مميزات فريدة للالتحاق بهذه الشهادة المهنية. أولاً، في لقاءات حية مباشرة مع المؤلف عن طريق زوم. أيضاً يمكن الوصول إلى مكتبة فيديوهات تغطي المادة التدريبية كاملة مدتها 38 ساعة فيديو، طبعاً ده بالإضافة إلى البي دي اف بريزنتيشن حوالي 1200 شريحة. 3 شهادات معتمدة بتصدر من جمعية جي بي ام اي. جميع البرامج والاختبارات اونلاين وباللغة العربية. يتم توفير قوالب باوربوينت مفتوحة لكل ادوات التخطيط الاستراتيجي وبطاقات الاداء المتوازن، ممكن استخدامها بصورة مباشرة. وايضا سيحصل كل مشارك على نسخة من قاموس المصطلحات باللغة العربية والانجليزية، وده يسهل عليه الرجوع الى المراجع الاجنبية. الحصول على اشتراك مجاني في برنامج إدارة الأداء الإلكتروني داشبورد إلكترونية متكاملة يسمح بإدارة عشرات إدارات الكيبي، وهذا البرنامج يطلق عليه كيبي، وهذا الاشتراك طبعا هيكون لفترة محدودة. أيضا الحصول على نسخة مجانية من أبليكيشن للكيبي آي ميجا لايبري، وده يحتوي على 36,000 مؤشر أداء. فريق الخبراء اللي هيقوم بالمشاركة في تدريس هذه الشهادات هو الدكتور محمد مصطفى محمود، مقدم لهذا الفيديو لكم، وأنا حاصل على 3 شهادات ماجستير وحاصل على دكتوراه في إدارة الأعمال من وورتون سكول يونيفرستي أوف بنسلفانيا، وعندي خبرة 20 سنة التدريس في الجامعة و23 سنة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص. أيضا يشارك معنا سعادة الدكتور هشام دنانو، المستشار والخبير الشهير والأستاذ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. أخيرا أحب أدعوكم للالتحاق بهذه الشهادة المهنية، وممكن أي حد في أي وقت يلتحق للتسجيل بالكورسين وياخذ الاختبارات أونلاين ويحصل على الشهادة المهنية، أو لو يحب ينتظر لما يكون في دفعة معينة يبدأ معها وينتهي معها ويبقى فيها لقاءات زوم حية مع المحاضرين، ممكن أيضا الخيار ده موجود. بيانات التواصل والتسجيل موجودة في هذه الشريحة وأيضا موجودة على رابط الفيديو. شكرا جزيلا لكم، ونتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.